كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصفتي كرئيس جمعية سيارة الأجرة الكبيرة بمدينة السعيدية، تمت الانطلاقة اليوم ديال سيارة الأجرة في الإقليم في المنطقة الشرقية. كما تلاحظون كاين واحد شوية ديال الركود، راك عارف لأن كاين الدورة الاقتصادية، الناس كانت واقفة ما كانتش خدامة، ولكن الحمد لله فهمت دينا بشارة خير، الحمد لله أن عندنا الأدراج ديالنا راه مزيان. دونك بالنسبه ل نهضروا على سميتو، نهضروا على المرض راه تعودنا عليه، ما غاديش نبقاو نهضروا يعني الكمامات التعقيم. دونك المرض ولا جزء لا يتجزء من الحياه ديالنا، دونك رحنا كنتعاملوا معاه عادي. بالنسبه للسياره راه كنهزوا ثلاثه البلايص، الثمن راه التسعيره بقات يعني كل واحد كيخلص جوج ديال البلايص، ان شاء الله بخير وعلى خير. والدوره الاقتصاديه راه صعيب باش فهمت باش ترو ديماري عاوتاني، صعيب لان ثلاث شهور ديال الركود وبزاف ديال يعني ديال الامور اللي كانت واقفه والاخر. دونك راك عارف نحاولوا باش فهمت حتى حنا نسايروا الوضع كيف ما هو. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اول حاجة ندي واحد التحية للاخوان اللي واقفونا معي، والنقطة الان كما راكم تشوفوا احنا ابتداء من اليوم 11 استأنفنا العمل ديالنا اللي كنا ننتظروا بالحكومة انها دير واحد البرنامج للجهات، وفعلا مشات في الاتجاه وخصت الجهة الشرقية هي من الدرجة الاولى وفتحت الجهة الشرقية ككل. هذه نقطة. احنا كل صراحة درنا تصريع على اساس اننا ما نستنفوش العمل ديالنا الا بالمطالب اللي وجناها للسلطة الاقليمية اولا، ولكن ملي اتصلوا بنا الاصدقاء ديالنا عبر المركزيات النقابية ان كاين وعود على اساس القطاع غادي يراعيوا الظرفية ديالو والمساعدة ديالو اللي انخرط في العملية ديال الحجر الصحي، وكانت واحد المساعدة قوية بخصوص المهني السائق المهني وكذلك المستهلك. الاستئناف ديال العمل ديالنا كما جاء على لسان رئيس الحكومه، يعني التنقل عبر الجهه كامله فيما فيها بوعرفة الى قرسيه بدون ورقه استثنائيه الا بطاقه التعريف الوطني. اما النقل احنا لحد الان مازال متشبتين بالقرار ديال وزاره الداخليه اللي حدته في 50 مليون، احنا مازال كنديو ثلاثه ديال المقاعد. هذا هو اللي بغيت نقول يعني، والانطلاقه انطلقت واحد الجو اللي كانت واحد تنسيق مع المهنيين مع المستغلين كيفاش غادي نشتغلوا والطريقه كيفاش، يعني كانوا بزاف ديال الاجراءات اللي درناها، الاجراءات الاحترازيه بخصوص التعقيم بخصوص الكمامات. كما راكم تشوفوا المهنيين كاملين اننا دايرين الكمامات ديالهم، وراه عندنا اتصال مع المنبر مع المجلس الجماعي لمدينه بركان اللي غادي ان شاء الله غادي يدخل على الخط باش يكون التعقيم اليومي للسيارات الأجرة من الصنف الاول وكذلك الصنف الثاني، ويمكن فيها حتى بعض المعقمات للسائقين والكمامات في القريب العاجل. هذا هو اللي بغيت نقول، وكان كنوجه واحد التحيه لساكنه اقليم بركان وكذلك للساكنه ديال الجهه الشرقيه ككل على الانخراط الايجابي ديالهم بالمساعدات ديالهم كامله. كذلك نوجه الشكر ديالي من هالمبرمر الى السيد الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس، الله ينصرو على المجهودات المبذوله اللي قام بها بخصوص هذا الوباء باش ما يمكنناش ينتشر في المملكه المغربيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.